طبعا في ظل وجود التغيرات المناخية والنيازك والأعاصير اللي بنسمع عنها، يوم يطلع الراجل اللي في الصورة قدامك ده وهو عالم الفلك ديف كينيدي، وجد حفرة ضخمة على أحد الشواطئ الموجودة في أيرلندا، وقال إن الحفرة دي اكتشاف علمي ضخم وإنها بتعود لنيزك ضرب الأرض، وجاب وسائل الإعلام المحلية لتغطية الحدث العظيم ده. والحفرة دي أثارت دهشة كبيرة وخصوصا من الناس المتحمسة للفيزياء الفلكية، فناقشوا عمقها في الرمال وقالوا ان ده ممكن يربطها بحدث كوني. والعجيب ان هم لقوا جوه الحفرة دي صخرة صغيرة لكنها كانت ثقيلة، وده اللي اثار المزيد من الجدل ان ده قد يكون نيزك. فتطلع محطة تلفزيون ايرلندية وتبث مقطع اخباري عن فوهة غامضة تم اكتشافها على شاطئ محلي في ايرلندا، وقالوا ان ده دليل على حدث كوني يحدث مرة واحدة في العمر. لكن الغريب والعجيب ان الحدث الكوني ده لم يكن الا حفرة تافهة عملها شابين في الرمال للتسلية، وده كان باستخدام دلو ومجارف، وده في موجة الحر اللي كانت في الاسابيع الماضية لما كانوا متواجدين على الشاطئ. وراح الشابين دول ناشرين صورة للحفرة دي وكتبوا عليها انها الحفرة اللي صنعناها يوم السبت. والمحطة التلفزيونية دي كانت ارسلت طاقم للشاطئ ده علشان يحققوا في النتائج اللي توصل ليها كينيدي ده، لكن بعد وصولهم للحقيقة احتاجوا لتصحيح الخبر، وده بعد يوم واحد بس، وكتبوا ان الحفرة الكونية ما هي الا مجرد حفرة حفرها بعض الناس في الرمال. وعالم الفلك قال في حديث للقناة انه كان بيشوف فيلم وثائقي من وكالة ناسا عن حفرة شبيهة، وقال انه لما شاف الحفرة دي ومدى اتساعها عرف ان الحفرة دي اللي كان بينظر اليها هي موقع لارتطام نيزك، لكن تبينت الحقائق بعد كده. فمش كل الاخبار اللي تشوفها تصدقها، ومش كل اللي تسمعه تصدقه. لو اول مرة تشوف الفيديو يبقى لايك وشير واشتراك بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.